كاب شريف، الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي. اه الحمد لله. كانت تربع كمان يعني، مش لا الزمالك لعب فكسب الماتش ففرق 3 نقط. سابقنا ماتش الانتاج. احنا لينا ماتشين ان شاء الله بعدين، لينا ماتشين لو ان شاء الله كسبناهم هتلعب الماتش الجاي ان شاء الله. تربع ان شاء الله بعد كده باذن الله. الحمد لله احنا بنلعب بقالنا 3 مباريات اداء كويس جدا. نهينا عن الشوط الثاني اللي احنا كان لازم يحصل تغييرات معينه في الشوط الثاني، خروج مثلا كهربا ويحصل اللي حصل في الدقيقه 70 ده، او كان لازم يبقى هتلاقي وجود ثاني خالص. ولما حصل التغييرات دي لقيت في سرعه ونشاط بكل اللاعبين اللي هم اضيفوا في الشوط الثاني، ورحنا للجول اكتر من 3 فرص. الحقيقه كنا ممكن نكبر النتيجه. شكل انبي كان احسن في الشوط الثاني، وده شيء طبيعي ان هو ما عندوش اي حاجه يبكي عليها كابتن حلمي، فضغط على فرقه نادي الاهلي. السبورت بتاع اللعيبه اللي موجوده زي ما انت كلكم قلتوا في اول الاستوديو، الضغط كل 48 ساعه مباراه، ده هتلاقي في حاله من الحالات في دقيقه من الدقائق في اي وقت من المباراه في حاله اجهاد ولازم تتعالج بسرعه. يعني بلال كان بيقول لي هو احنا ممنوع نغير في الهاف تايم؟ غيرنا، بس غيرنا محمد شريف. كنا المفروض عندنا لعيبه كتير قوي كانت ممكن تنزل تعمل النشاط والحيويه، كان هيبقى لك تواجد احسن من كده في الشوط الثاني. نعم مبروك، نتيجه هايله. الاهلي لعب بشكل احترافي جدا في تنفيذ الهجمات اللي احنا كنا بنتمناه من اول مباراه، فالحمد لله وعقبال الماتش الجاي باذن الله.